Thank you.
كوني كوني This one? Yeah, straight.
المباراه. عادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين متتابعين على قناة الاتحاد القطري لكرة السلة في هذا النقل المباشر لمباراة التي تندرج ضمن الدورة الدولية دورة أفينيو الدولية هذه ثلاثية قلت مباراة تجمع أعزائنا المشاهدين نادي الرياضي اللبناني ونادي البشائر العماني تقريبا بعد 3 دقائق لعب التفوق يعني بنتيجة عريضة يعني إذا تقارن بمباراة بداية المباراة 17 لنادي الرياضي و5 للبشائر. إن شاء الله في أول توقف اللعب نعطيكم أعزائنا المشاهدين فكرة عن الخماسي الأساسي عن تشكيلة الفريقين عن كل هذا وذاك وهذا لاليو كانت لاليو من أجل نقطة 19 لكن يفشل. قلنا يا أعزائنا المشاهدين هذه الدورة الدولية دورة أفينيو بالدوحة دورة يعني دولية كما قلنا أكيد تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة السلة واللي بتجمع 4 فرق يعني هما السد القطري الرياضي البيروتي الحكمة اللبناني والبشائر العماني. وقص شريط هذه الدورة الدولية انطلق هنا من قاعة الغرافة والفريقين الاثنين بشائر العماني والرياضي اللبناني اكيد جدا هو الطابع الدورة الدولية اوكي ولكن دورة ودية ولكن اكيد للتحضير لبقية المنافسات خاصة الاستحقاقات القادمة وهنا نحكي عن البطولة العربية بالكويت. هذا مشوك دانك يمسح او ليه هذا اللاعب رقم 72 من نادي الرياضي اللبناني في العملية الاخيرة او 12 مايكل كلاس يعني كان دانك جيدة يخلي بها نتيجة 19 للرياضي و5 للبشائر والنقطة السابعة لنادي البشائر العماني 19-7 لنسق سريع المباراة بدون مقدمات اكيد مباراة ودية يعني منذ البداية هذا 3 بوينتس ويخفق ويأمن الالتقاط الريباوند الالتقاط الهجومي كولس يعمل الاوفنسيف ريباوند طيبة درايف مرة أخرى دانك جديدة لكرة سلة نادي الرياضي 21 للرياضي 7 لنادي البشائر 5 دقائق أعزائنا المشاهدين أينما يصلكم صوتنا وصورتنا داخل أراضي القطرية وخارجها وفي عمان أو في بيروت يعني أكيد لكل المتابعين ولكل المشاهدين لهذه المباراة نتمنى أنه المباراة ترتقي أكيد لنسق طيب وترتقي أكيد يعني لمستوى طيب وطيب للغاية 21 رياضي 9 بشائر 5 دقائق 17 ثانية هذا الـ 3 بوينتس ينجح الـ 3 بوينتس اللاعب رقم 7 على فكرة هذه النقطة 12 للاعب رقم 7 هو كريم زينون أكيد لعب نادي الرياضي اللبناني هو على فكره يعني دولي عندنا 3 لاعبين دوليين في النادي الرياضي نحكي لنا على علي منصور كريم زينون وهيكا جيوكيوتشان اكيد مع الاعتزال اكيد اللاعب القدير اللاعب اللي كانت له صولات وزولات عديده اكيد والجمهور اللبناني يعرفنا على شنو نحكي على جون عبد النور الذي اعتزل دوليا ولا زال يمارس نشاطه مع ناديه ومع فريقه الرياضي هذا الدرايف يعمل الاختراق طيبة ينجح نقطتين جديدة 26-9 فارق 17 نقطة تقريبا 4 دقائق 22 ثانية على نهاية الشوط ونهاية الفترة الأولى والكرة الآن يعني نادي بشائر العماني عند اللاعب رقم 13 يعمل الدرايف ينجح اللاعب رقم 21 في العملية الأخيرة يعطي نقطتين جديدة 26-11 4 دقائق على نهاية الفترة الأولى باقي الأسبقية ممتاز يعمل عملية الستيل بول الأخيرة الدرايف وينجح
على فكره هو يعني كل حسب قانون التنظيم، يعني حسب القانون بالنسبه لهذه الدوره دوره دوحه افينيو الدوليه لاكيد الذي نؤكد انها تحت رعايه اتحاد قطر لكره السله، قلنا انه كل فريق له الحق في الاستعانه فقط باثنين لاعيبه جانب، ذاك علاش يعني الثنائي الاجنبي موجود بالنسبه لنادي البشائر ويليام الامريكي وبرادي من بورتوريكو في المقابله، الثنائي الاجنبي بالنسبه لنادي بيروت اللبناني هو كولس وارتير مازوك اللي ترجع له الكره الان، باقي اسبقيه 26-13. الحكم يعطي يعني اكيد خطا في العمليه الاخيره بعد توغل من اللاعب رقم 7 كريم زينون، كريم زينون زينة باسكيت بيروت او نادي الرياض اللبناني، يعني واحد من افضل البوت جارد اللي موجودين اكيد في لبنان. هذا عمليه ستيل بول بعد ما خدا كوره من مرزوق ممتاز، يا اما الالتقاط كريم زينون، لكن الحكم خطا ضد كريم زينون لاعب رقم 7، بالتالي ستعود العمليه برميتين حره لنادي البشائر العماني، 3 دقائق 29 ثانية على نهاية الفترة الأولى والأسبقية 26-13. وعلى فكرة خطأ شخصي الأول في رصيد اللاعب رقم 7 كريم زينون، ويحاول أكيد الترنوفر على مستوى التغييرات اللي يحاول أو لا يرجع كريم زينون المدرب، يعني هناك ممكن كان سوء تقدير كان قصد أنه يغير اللاعب رقم 12 ويبقي على زينون اللاعب رقم 7، فحصل العكس فتدخل الإطار الفني لتعديل الأوتار أكيد، وحصل ما أراده المدرب في العملية الأخيرة. هذا زينون، هذا زينون يطلع كورة يرجع يحاول يبحث عن التأمين الـ 24 ثانية، ممتاز عملية الالتقاط عند لاعب رقم 1 محمود السولي، هذا قائد الفريق قيدوم الفريق محمود سولي لاعب الخبره الى جانب الحلحلي، اكيد هذا الثنائي يعتبر يعني من الركائز من اللاعبين اللي يعول عليهم اكيد كثير الفريق البشائر العماني. ترجع ب 14 ثانيه جديده، هذا اللاعب رقم 13 يحاول من 3 بوينتس يفصل ويامن الريباوند لماجوك، ماجوك الى زينون، زينون يلعب الكرة حلوة حلوة عملية الاسيست ارتير ماجوك، ماجوك والاوت، ترنوفر في العملية الأخيرة من ارتير ماجوك 26-14، باقي أسبقية لنادي الرياضي على نادي البشائر العماني، نؤكد في هذه الدورة الدولية التي يعني سنرافقكم فيها أكيد لهنا في قاعة الغرافة يوم الأربعاء خميس والجمعة 3 أيام إن شاء الله. سنحاول كل مرة أعطاكم فكرة على نظام البطولة، على تاريخ الفريقين، على حاضر على الماضي، وسنحاول أن نراوح بين البالماريس يعني لكل فريق حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للسادة المشاهدين. زينون يربح 14 ثانية جديدة، مزوق المحاولة من 3 بوينتس ينجح، ينجح اللاعب رقم 14 بليل تبارا، بليل تبارا يعطي 29-16، 29 الرياضي 16 لنادي بشائر العماني. هذا اللاعب رقم 2 حديد بيت باكيت يحاول من 3 بوينتس والريباوند ممتاز، مزوق مزوق والدرايف يعمل الدرايف ممتاز، عملية الاليو كانت طيبة العملية الأخيرة، ولكن يفصل لتعود الكرة نادي البشائر العماني، البشائر العماني يحاول من 3 بوينتس يفصل لكن يؤمن الاوفنسيف ريباوند وتبقى الكرة لنادي الرياضي، يحاول 3 بوينتس ينجح، ممتاز زينون يعمل في احصائيات جيده اعزائنا المشاهدين، مسجل 15 نقطه تقريبا نصف نقاط فريق الرياضي مسجلهم زينون، باش تاخذوا فكره على قيمه هذا اللاعب في تشكيله الفريق الاصفر. في المقابل 40 ثانيه على نهايه الفتره الاولى،
ستعود الكرة إذا آخر 40 ثانية تقريبا. رميتين حرة لنادي البشائر. البشائر العماني أو لا يعتبر فاول الحكم في العملية الأخيرة. هذه المحاولة من الثري بوينتس. حاول أكيد يلعب آخر الثواني في هذه الهجمة 7-6 ثواني. الأسيست يحاول ليه تعود الكرة 3 بوينتس ويأمن الانتقاط لا ترجع كرة باقي الامتلاك لنادي الرياضي. أعزائنا المشاهدين كل من التحق بنا الآن فما جماهير متواجدة يعني لهنا من قاعة خاصة من جانب الفريق اللبناني. أكيد فريق لبناني واحد من أكثر الفرق اللي عنده شعبية في لبنان. الرياضي اللبناني آخر الثواني آخر الثواني هو 32 الرياضي 16 لنادي البشائر. عزينا المشاهدين يعني نصف نقاط تقريب نصف نقاط فريق البشائر أو نصف نقاط فريق الرياضي هي نقاط نادي البشائر. قلنا عزينا المشاهدين بالنسبة للفريقين الاثنين نادي الرياضي اللبناني فريق ذات أسس عام 1943 ومن لا يعرف الرياضي اللبناني ومن لا يعرف هذا الفريق العريق يعني تقريبا حوالي 40 لقب بين بطولة بين كاس نحكي دوري محلي كذلك سبق له التتويج 4 مرات بالبطولة العربية 2 مرات بطولة آسيا. تعتبر الفريق هذا من أكثر الأندية اللي عنده شعبية على مستوى على مستوى البلد على مستوى لبنان الى جانب اكيد هو اكثر فرق المتوجة الى جانب نادي الحكمة. هذا تاريخ هذا الفريق حاضر خلينا نقولوا الحاضر الفريق هذا اخر بطولة كان كمل ثاني بعد نادي بيروت والموسم الفارط كان توج نادي الرياضي باللقب من اكثر لاعبين اكيد يعني كان يعني مدرسة بصراحة فريق هذايا وكان يعني فريق اكتشف فيه لاعبية كثير اكيد والاكثر لاعب خاصة في السنين الاخيرة اللاعب المتألق اللي صار وزيل تقريبا في كل البطولات في كل المحطات العربية اللي لعب وائل العرقجي. بالنسبة للحاضر الفريق هذا بالنسبة لابرز اللاعبين الموجودين في هذا الفريق حتى الان يعني هناك مراوحة هناك 3 لاعبين فريق اللبناني علي منصور كريم زينون و جيوكو تاعنا هذا ثالوث موجود في المنتخب الوطني يعتبر 3 هذوما من ابرز اللاعبين بالاضافه اكيد الى ثنائي الاجانب موجود ماجوكا تيم ماجوك مايكل كولس الامريكي. هذا تقريبا اهم المعلومات او اهم الاشياء التي يمكن ذكرها. واكيد زي الدورة هذه من اجل المشاركة في دورة الدوحة فينيو الدولية يعني اكيد للتحضير الموسم القادم للبطولة بالكويت وكذلك انطلاقة الموسم تنطلق اكيد الدوري هناك في التي نجدد التحية لكل اهالينا في واشقائنا في لبنان وكذلك في عمان دون ان ننسى انه سنتوقف على ابرز ما يميز فريق البشائر هو التوقف للعب اكيد نعود للوصف ولا تعليق نعود للمباشر هذه المحاوله بثري بوينتس الاربول الاربول في العمليه الاخيره يعني كانت محاوله من مكان بعيد تعود بالتالي 32 16 قلنا
الفريقين الفريق النادي الرياضي اكيد يحضر انطلاقه الموسم في قطر. نعود للتعليق الوصفه في 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 بيروت الثلاثيه ممتاز ممتاز على الثلاثيه الاخيره من لعب 27 حسين العريمي 3 بوينتس يعطي بها 32 19 32 الرياضي 19 لكل من التحق بنا على قناه الاتحاد القطري لكره السله هذه دوره الدوحه بيني ودوليه لكره السله تحت اشراف الاتحاد القطري للعبه والمباراة الاولى قصرت هذه البطوله بمباراه اولى اكيد بين الرياضي اللبناني والبشير العماني في انتظار اكيد مباراه ثانيه ستكون ما بين الحكمه اللبناني والسد القطري. ونذكر انه بالنسبه لنظام هذه البطوله سيتم الاعتماد على يعني كل عباره دوري مجموعات احسن فريق باش يكون عنده اكثر عدد من النقاط هو اللي باش يكون متوج في اخر الدوره، وفي صوره التساوي ما بين الفريقين الاثنين على مستوى النقاط يعني بعد انتهاء ثلاثة جولات اربع خميس جمعه، فانه بالتالي سيتم اكيد الالتحاق او الاحتساب للنقاط المقبوله مدفوعه. هذاك علاش راه مهم برشا انه كل فريق لهنا لا يلعب فقط من اجل الفوز ولكن كذلك من اجل تسجيل اكثر عدد نقاط ممكنه حتى من بعد يعني في صوره التساوي مع احد الفرق يلقى الفريق نفسه متوج ويلقى نفسه مسجل نقاط كثيره تخليه يامن المرتبه الاولى للفريق. نرجع للوصف ولا التعليق. ثمانية دقائق 25 ثانية على نهاية الفترة الثانية. أهم ما يميز المباريات الدولية خاصة الودية التحضيرية أنه عادة يعني ثم نسق ثم ريتم برشا الاحتكاك مهم برشا أنه الفريقين الاثنين هذوما يعني يحتكوا ببعض حتى أكيد ياخذوا فكرة أكثر على استعداداتها الفرق. اللاعب رقم 14 بلال تبارا طالب في اللقطه الاخيره بخطا غير رياضي ولكن طاقم تحكيم اللقاء احتسب انه خطا عادي بالتالي رميتين حره. لنادي الرياضي هذا اللاعب رقم 14 اللي في رسيله ثلاث نقاط الى حد الان بلال تبارا بليل تبارا اكيد هو الذي سيتولى تسديد الرميه الحره الاولى